الكلام لا باستثناء نشوف باشي اللاعب المدلل والرائع لشباب بن وزداد، نجد اليوم في كرسي الاحتياط ويحمل رقم 16. على كل إن المقابلة كما ذكرنا ستكون قوية جدا بنظر إلى المعطيات التي كنا ذكرناها منذ بداية هذا الوصف. لقاء كما ذكر زميلي ياسين سيديره الحكم لاكارن وسيساعده بالفكرون علامة مأسي بعداش، فنجده كحكم رابع. الآن سيد بالعيد أو سيد لاكار راح يتهيأ باش يعطي إشارة الانطلاق هذه اللي راح تكون لصالح مولودية قسنطينة اللي اليوم سجل دخول اللاعب حقه رأس الحربة. والحوار كذلك سيكون شيق اليوم بين حوحو كرأس حربة بالنسبة لقسنطينة، وأيضا علي موسى صاحب الرأسيات القاتلة. لن ننتظر صفارة الحكم سيد كار، والانطلاق الآن لصالح مولودية قسنطينة. باسي سعيد مع حوحو مع اثنين من المدافعين يحاول لكوياتي لاعب الإغواري في صفوف قسنطينة. تختي قائد الفريق يسترجع الكرة من هنا كيبو فيها في وسط الميدان، ثم يروح ناحية من ناحية فتحين رقم اثنين، يرجع للوسط مع من مع رقم ربعة بونقجة، يرفع راسه بونقجة للوسط وعلي موسى محاصر باللعب البارز رقم خمسة كريش كوياتي عمر بارو. يسترجع الكرة وتمريرات قصيرة على مستوى وسط الميدان، من هناك من بالوعر يحاول يفتح وتدخل دفاع شباب بالوزداد بالمرصاد وطويلة مباشرة للتماس. تماس إذن لصالح مولودية قسنطينة، وتهتز المدرجات هنا المكتظة عن آخرها بالجمهور الغفير الذي فضل أن يتابع هذه المباراة عن قرب. المباراة التي تجمع كما استفنا بين فريقين معروفين على الساحة الوطنية، شباب بالوزداد صاحب سجل الذهبي الثري ومولودية قسنطينة أيضا، والتي كانت لها انطلاقة جد طيبة خلال هذا الموسم. إذا كل فريق عازم على أن يلعب الأدوار الأولى في هذا الدوري الممتاز وفي أول بطولة احترافية في الجزائر. مخالفة يعلنها السيد لاكار ولصالح مولودية لصالح شباب بالوزداد. في التنفيذ نشوف مزور اللي يتهيأ ومعاه رقم اثنين فتاحين، بينما الحارس بن صحنون يشوف يقدم في التوجيهات الدفاع نتاعو. مزور اذا راح يتولى تنفيذ هذه المخالفه قويه وعاليه قويه وفوق العارضه بعيده من مزور. يبقى سواء الجمهور الحاضر هنا او المشاهد الكريم ينتظر الكثير من قمه الجوله السابعه هذه. رنوا شباب بالوزداد يحتل الصف الاول وبدون انهزام لحد الان. مولودية قسنطينة فتحتل الصف الثالث. طويله بن صحنون ترجع الكره من بالوزداد بل تبقى عند عناصر مولودية قسنطينة. بالوعر وطويله ناحيه مان سلطاني والحارس حارس محرز. امامكم راس حربه مولودية قسنطينة لاعب حوحو ذلك عنده راسيات قاتله. قربوعه وحدي بنعاس غير العاده يحمل رقم اثنين قربوعه من هناك وكرات في العرض تخرج في الاخير الكره تماس ولصالح شباب الوزداد. نفذ التماس سطرة من هناك على اليمين يحاول يفتح امام قربعة وتماس اخر. فيش مجال للمغامرة تقريبا، حراسة مضروبة على كل لاعب. تماس لصالح شباب بالوزداد في هذه الاونة.
ولا التنفيذ طاليس. طاليس والطويلة ناحية من بوطالب ما توصلوش، او علي موسى ركنية، اول ركنية في هذه المباراة وفي الشوط الاول ولصالح شباب الوزداد. التنفيذ يروح رقم 8 مزور، ورا كل الكرات ثابتة مزور، وبونق جاب ليحة منه لبختي من هناك، حاول بالعرض لمزور يحاول يعاود وسهلة بالنسبة للحارس بسحنون الحارس الدولي. ويلة منه قاسي سعيد، قاسي سعيد مهاجم ضد مدافعين اثنين، وتدخل الحارس محرز. دوروا محرز طويلة. عكريش عنده مهمة صعبة اليوم امام علي موسى. ترجع الكرة لكراش، كراش تبقى مع الكرة. قاسي سعيد مليحة منه هاينا، وفي هرايا، في هرايا يبدو لي عم فيه وضعية تسلل، وضعية تسلل. لحظات الأولى ساخنة، أتمنى فقط أنه هذا القمة يبش ظن المشاهد الكريم وحتى الأنصار الموجودين هنا بكثرة. طويلة عكريش مع علي موسى بالرايس تفوق عليه، قربوا عاد من جديد ثم السلطاني بالرأس. قاسي السعيد معول عليه في الخط الأمامي بالنسبة لمتقسمطينة، رقبا اللاعب قاسي السعيد. بختي ما يتمكنش مع كوياتي عمر بارو، لاعب الإيفواري هذا الليلة في صفوف الموقف. خالف يقول السيد بكر بعيدة نوعا ما عن مرمى الحارس محرز. شوف أمام الكرة كل من بوكندورة صعب القذفات القوية إلى جانب قاسي السعيد. سيتولى التنفيذ بوكندورة قاسي، الحائط يتشكل ومحرز يوجه ناصر الدفاع نتاعو. فما راح تكون أرضية وقوية في آن واحد مباشرة للمرمى، ما يبدو بالفعل أرضية تصطدم بالجدار ودفاع بالوزداد. روح لسطارة، سطارة وبالوعر استرجع الكرة ناحية حوحو، ومهرز مهرز أمام حوحو كان أسرع منه. رقب لسيقة من فتحين على حوحو محرز وطويلة. ايضا عكريش ما تركش ولو للحظة واحدة علي موسى، عارفه خطير خاصة بالرأسيات نتاعو. بختي دور في وسط الميدان، بختي بالعرض والسلطاني، ومعركة كبيرة، معركة كبيرة فوق أرضية الميدان. الصراع ايضا من دون شك سيكون تكتيكيا وحوار تكتيكيا بين المدربين شرادي من جانب قسنطينة وعبدها من جانب شباب الوزداد. نفذ الخطأ بالوعر من هناك لمن، وخطأ ما فيش تسامح مع حامل الكرة. خلف لي صالح رقم 3 بوكندورة. بداية جيدة نوعا ما. نعم بداية جيدة عبد العزيز، ولعب مفتوح من الجانبين الملاحظ في هذا اللقاء. طويلة من بوكندورة، الكرة هذه أمام حوحو لكن خارج الكرة هذه لفائدة فريق شباب بالوزداد. نلعب الدقيقة الثامنة لحد الآن عبد العزيز، اللقاء يبدو مفتوح من الجانبين، وفريق شباب بالوزداد جاء من أجل تحقيق نتيجة والحفاظ على يدته. طويلة الكرة إلى وسط الميدان لكوياتي عمار بارو. حوحو من هناك حاول مراغة حوحو يمر، لكن كانت ياسين لقطة فنية رائعة. قلت ان شاء الله
جانب الفرجه يكون مضمون بالنسبه اللي تبع اللقاء هنا بملعب شهيد حملاوي او بالنسبه للمشاهد الكريم. مخالفه لصالح قسنطينه وبنعاس، بنعاس طويله ومقوسه، كاد الريبون هذا خادع محرز يقظ لحد الان، طويله من محرز مباشره لمن ناحيه ستاره، ما بالوالي استرجع الكره هذه ناحية سلطاني وفتاحين. تقريبا نشوف عملية رجل لرجل بالنسبة للدفاع واحيانا تطبيق دفاع المنطقة. تسمح له حامل الكرة، دفاع الشباب طويلة منه، بونعاس فضل يرجع لقربوعة حتى يشوف مليح لعمر بارو، هذا قيل عنه الكثير وراح يكتشفوا المشاهد الكريم. لاعب الايفواري وهو مسلم باب الوزداد استرجع الكرة، بونعاس واخذ ورد الكرة غريبا ما تمركز في وسط الميدان، طويلة من كراش لاحظ الاستقبال وسهلة بالنسبة للحارس محرز. الكرة الآن للحارس محرز طويلة لوسط الميدان، تقص من عكريش، عكريش وسط الميدان لقصي سعيد وفي صراع على الكرة، لكن الحكم يصفر مخالفة لصالح. قربوعة ما في تنفيذ هذه المخالفة، وكل عناصر مولودية في منطقة شباب الجزائر. طويلة من قربوعة وركنية، ركنية لصالح مولودية. نلعب الآن الدقيقة العاشرة، ركنية راح يتولى تنفيذها اللاعب بوغندورا ظهير أيسر لمتقى سنطينة، بل يفضل يترك المجال لعمر بارو. شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة مهاجمين للمولودية في دفاع أو في منطقة شباب الوزداد، مقوسة ناحية نقطة الجزاء. السيد ذكر يعلن عن خطأ لصالح دفاع بالوزداد. محرز و دفاعه الشباب اللي يقصف بالثقيل في ارض الميدان، وذكر بالنتيجه الفارطه قبل اللي كانت جمعه الشباب الوزداد باتحاد عنبة. كراش مليحه منه ومقوسه يا طيبه، ومحرز ينقض على الكره. عول كثير على قاسي السعيد وعلى حوحو في الخط الامامي، امامكم حوحو. اللقطه هذه الحارس محرز اسرع من قاسي سعيد بوغندورا. شباب الوزداد اللي اصبح متسف في ارض ميدانه وطرف ميدانه بالثقيل بعيد، فاز على اتحاد عنبة 4-2. ما موت قسنطينة فانهزمت اول هزام لها في بجاية امام الشبيبة البجوية لحصة هدف دون مقابل في الوقت بدل الضياع. شوف راح يتولى التنفيذ بن سحنون، يخرج على المنطقه نتاعو الراش، استرجع الكره هذه الراش يحاول يقذف. شوف التجمع السريع بالنسبه لعناصر شباب بن وزداد، حتى ابو طالب بالهداف نجده في المنطقه الدفاعيه نتاعو. ونعاس يتولى تنفيذ التماس مع توجيهات المستمره لشرادي. حاتو ما توقفتش وطويلة من بونعات، قعدت يحاول القذف بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس محرز. لعب الدقيقة 13 والنتيجة المسجلة لحتى الآن 0-0 بين شباب الوزداد بالزي الأبيض وبورت قسنطينة بالزي الأزرق. بوطار لاقب الصدر، رجل اليمنى يحاول يراوغ كراش يوصل عليه، قدم في
مجهود كبير كراش مطاليس استرجاع الكرة حتى المهاجمين تاع شباب الجداد وجدهم في المنطقة الدفاعية. بوطا اللي بيحاول ينطلق قول لاكارن خطأ حكم خطأ لصالح بوطالب عنده أداء طيب خلال هذا الموسم مع فريق شباب الوزداد. خلفاء بعيدة نوعا ما عن مرمى الحارس بصحنو. سلمي وشدبة أمام الكرة في تنفيذ هذه المخالفة. طبعا كل عناصر شباب الجداد في منطقة مولودية قسنطينة. طويلة الكرة هذه من شدبة لكن تقص من عكريش وللتماس. هنا ملاحظة ياسين كل ما تكون كرة ثابتة إلا وتصعد كل عناصر شباب الجداد في منطقة الموك. لفت التماس هذا وسطر كراش ساعد كثير دفاعه بونجا عقد ورد نهاية المطاف تمس صالح شباب بلوزداد سطر ركب عليه من اللاعب بوغندورا دون نتيجة واستمطر صالح الحارس بصح طويلة من سحنون صوب رأس يتحوحو ما يتمكنش ثم طاليس تقريبا عنده دور دفاعي وينطلق ستارة من هناك بالهجومات الخاطفة نتاعو كثيرا على الهجومات المعاكسة والسريعة ويستفيد من ركنية ركنية ثانية عبد العزيز بعد 15 دقيقة من اللعب ولا جديدة يذكر يعني ما كانش هناك شيء كبير في هذا اللقاء طويلة ركنية هذه وحوحو وهو يخرج الكرة قوية من الكرة هذه لكن في أيدي الحارس بنسحن بالي قاسي سعيد وينطلق قاسي سعيد وهاجم في الزوج مدافعين وكان قاسي سعيد محرز ما تمكنش من الكرة هذه لكن تبعها خيرا ست امتار لصالحو قاسي سعيد يؤدي في دور لا بأس به منذ ما جئوا إلى متقسطنة كل صار راضيين بدور هذا اللاعب في صفوف متقسطنة راش استرجع الكرة الزور دور كبير في وسط الميدان ويلة من مزوار وبسحنو رجح مباشرة لحوحو قاسي سعيد يتحول للناحية اليسرى أمامه شدبة يحاول يفتح ويستفيد من ركنية جيب قاسي سعيد ركنية الركنيات هذه ستصوب من دون شك لرأس يتحوحو رقبة مضروبة عليه من رقب مربعة بونقجة شوف كما شوف الشاشة حراسة مضروبة على كل لاعب أرضية وحاول عمر بارو بوسط العقب لكن الدفاع شباب الوزداد يدخل تروع الكرة لمن بنعاز من هناك لبوغندورا يرفع راسه طويلة ناحية عمر بارو ومحرز ممتاز ممتاز وربما أول لقطة ساخنة في هذا اللقاء بعد العمل الممتاز من بوغندورا اللاعب بارو يحاول وأمامه محرز كل براعة يتسدى هذه الكرة وللركنية ركنية بتنفيذ قاسي سعيد قاسي سعيد راح تكون مقوسة صوب حوحو وسلطاني من هناك تدخل الدفاع بختي هجوم عكس من هناك من بوطالب و تمس أول لقطة سخنة كنا حضرنا لها وشوف الإعادة بعد العملية هذه تاع رقم سبعة عمر بارو شوف كيفاش غلق الزاوية الحارس محرز أنا مأدي دوره كما ينبغي تشكيل شباب الوزداد ضفت التماس هذه وطويلة لمن؟ لموسى وعكريش ظلوا الأمين
ما تركوش ولو للحظة واحدة. عكريش مع علي موسى وعارف الرأسيات نتاع علي موسى. عكريش مدافعين البارزين على مستوى الدوري الممتاز. عكريش عبدو الطيب مزوار حذري من الخطأ. رايا وتسلل علي موسى في وضعية تسلل. حارس بن صحنون ويلا مزوار شوف رايع في استرجاع الكرة. مزوار يبقى ماشي بالكرة. مزوار واللي حسن الحظ كان قربه عامة كان نية طيبة للاعب مزوار هذا. دود جميل سلطاني ناحية عمر بارو فضل يرجع وبذكاء للوسط تروح لمن علي موسى يرفع راسه يروح ناحية اليسار موجود بوطالب ومعه بونعاس راه يتلوقى عليه بوطالب وتخرج الكرة ست امتار. تذكر انه اللاعب هذا امامكم هو بونعاس يعرف جيدا بوطالب لانه كان لعب لمواسم عديده في صفوف تشكيله مورد قسنطينه. اللاعب بوطالب حارس الدولي بن صحنون امامكم بوطالب. ستاره دون نتيجه وتماس سال عناصر مود قسنطينة في التنفيذ. بوغندورا روح لي كراش كراش وتدخل بحثي القايد بقوة ناحية من ناحية بوطالب ثم من هناك طاليس. طاليس وش راه يفعل في وسط الميدان يحاول يراوغ مع عمر بارو. تبقى الكرة مع طاليس يبدل من هناك ناحية من ناحية بونقجا ومركبة بصدر من بونعاس يحاول يرجع الكرة لبارو. عمر يرجع بدوره للخلف لكراش عن لعب متكافئ باستثناء اللقطة الساخنة اللي قام بها ليفواري. مرباو ينطلق من هناك بالوعر ناحية من ناحية حوحو يودر الكرة هذه وتروح لمن مزوار دي دور كبير في وسط الميدان يحاول يفتش عن رفيق أمامه بوطالب. أرضية وقصيرة لبوطالب يبقى يدور بالكرة تروح لمن لبختي. بختي من هناك ما يوفقش وتماس لصالح موت قسنطينة. حين لعب بنعاس ملقى على الأرض وهو أكبر عنصر في صفوف موت قسنطينة 34 سنة إلى جانب اللاعب البديل الموجود في تشكيلة موت قسنطينة واللي هو مشهود أن أصغر لاعب بالنسبة لموت قسنطينة فهو الشاب صدراتي. نجد ايضا اللاعب حميدة الذي قيل بشأنه الكثير مدافع القوي نجده في كرسي الاحتياط. قم معافى بنعاس ويستأنف اللعب. سلطاني من هناك ما كرة لمن بوغندورا غرب وعاء ما يترك المجال لبوغندورا تبع اللقاء كما ينبغي. السيد لاكارت حتى الآن حكم هذا اللقاء جديدة يذكر بالنسبة للنتيجة. نلعب 22 دقيقة من المرحلة الأولى. النتيجة المسجلة هنا بملعب شهيد حمناوي بين مولد قسنطينة وشباب بلداد 0-0. قوية المخالفة هذه لمنطقة مولد قسنطينة. خطيرة الكرة هذه تقص لطاليس يراوغ طاليس ويحتفظ بالكرة مزور واحد اثنين لكن تقص بونعاس. بونعاس ناحية قاسي سعيد تقص الكرة للاعب قاسي سعيد تماس لبونعاس وتماس اخر. يبدو لي ياسين بونقجة عارف الخطورة تجي من قاسي سعيد. شوف ما تركوش ثاني ولو لحظة ولو للحظة واحدة معاه اينما كان. شوف يتبع فيه ويلا من بونعاس اخذ وراء امام مرمى محرز فوق الجميع علق يتمكن من الكره هذه بعد ضغط هذا من جانب الخط الامامي لموت قسنطينة. ويلا في التحليل راش بونعاس حاول مراوغه جسمانيه وطاليس. طاليس لمن مزور ثم بوطالب. بوطالب وامام بونعاس
تك الكرة هذه ناحية حوحو، دور حوحو بالكرة فتشها لمن يلقى أمامه عمر بارو مباشرة لوسط الميدان، روح الكرة ضايعة استرجعها دائما مزور، مزور ينطلق في هذا الانطلاقة مزور والدفاع عن طريق بونعاس وعكريش وكراش يفضل يغير تماما ناحية اليمين اليسار الموجود بوغندورا، بوغندورا امامه بختي حاول يمر الكرة نتاعو ما توصلش لسلطاني وظهير الفتاحين ايمن قوة للتماس. شوف ياسين انه فيه سكوت يخيم على المدرجات. قوية من الدفاع يخرج الكرة، سكوت طبعا عبد العزيز لأنه لحد الآن ما شفناش الكثير ما عدا اللقطة والفرصة اللي تحت لعمر بارو في منطقة عمليات شباب الجزدان. لحد الآن لم نشاهد الكثير، الفريقان يلعبان بطريقة حذرة جدا. عكريش يتفوق لبونعاس ناحية عمر بارو يحاول يراوغ لكن ترجع الكرة شبا كراش وسط الميدان تقص الكرة هذه. قلت لحد الآن لم نشاهد الكثير عبد العزيز، ربما للطريقة الحذرة التي يلعب بها الفريقان في الدفاع لأنه معروفة متقسطين بالمهاجمين تاعها الخطيرين كقاسي سعيد وحوحو. ياسين ما تهمش الرسومات التكتيكية بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للحضر هنا بقدر ما يهم من جانب خاصة الفرجة والأهداف الجميلة اللي ننتظرها. ولحد الآن نذكر بنتيجة هذه المباراة وبعد مضي 25 دقيقة من المرحلة الأولى 0-0 بين الفريق. ننتظر أكثر من هذا المباراة الشباب بلوزداد ومولد قسنطينة مخالفة مستوى دفاع شباب قسنطينة. نصحنو يخرج من المنطقة نتاعو باش ينفذ هذا المخالفة. طويلة من بنصحنون السلطاني ما فتحين روح للسلطاني مرة أخرى أو بالوعر بالوعر ومن هناك قاسي سعيد. قاسي سعيد ويقول له نتمنى نشوف من تمينا المخرج محمد عياط عطنا الحراسة المضروبة أولا على قاسي سعيد من قبل بونكجا ونتابع أيضا الحوار بين عكريش وعلي موسى. المباراة واحد يقول له وراك وراك، اثنين يتركوا الخطورة اللي تأتي من قاسي سعيد وأيضا من علي موسى. طويلة كراش دون مراقبة وقوية وفوق العارضة حاول باش يباك من بعيد لكن ما ركش كما ينبغي. يا التوازن يلعب دوره وهذا أمامكم الشاب كراش آخر من قذف الكرة هذه وكانت فوق المرمى وبعيدة نفذ تماس. عكريش مع علي موسى ما تركوش كمان مزور كراش كراش وصراع الكرة كارني كلهم خطأ كارني كل خطأ صالح مزور تروح لبختي بختي عن طريق المراوغة مع من كل لاعب مضروب عليه حراسة حمل الكرة يعني عنده صعوبة كبيرة في تمريرها. ينطلق فتاحين من هناك وبوغندورا امامه قلت حامل الكرة اليوم عنده صعوبة كبيرة من هناك من رقم ستة بالوعر وتماس ما فيش تسامح مع حامل الكرة لحد الآن. سلطان الراس ناحية حوحو يحب يتخلص من الحراسة المضروبة عليه راح تقريبا على الناحية اليسرى تاريخ قاسي السعيد وايضا الحراسة المضروبة عليه
جبل بونقجة ماسلي صالح شباب الوزداد نفذ التماس وطويلة عكريش مع علي موسى يصعد يصعد معاه يهبط يهبط معاه يعني ما اشتركوا ولحد الان نلعب عبد العزيز دقيقة 28 والدفاع قائم دوره كما يبعي سواء دفاع مولودية قسنطينة او دفاع شباب الوزداد يصح شباب الوزداد من هناك تقص لبونعاس يسترجع هذه الكرة طويلة لقاسي سعيد يستقبل بالصدر يحاول يراوغ قاسي سعيد لكن للتماس للتماس الحكم لاكارني يقول تماس لصالح فريق مولودية قسنطينة التنفيذ نضي بونعاس الآن الشباك لم تهتز بعد عاس وكعتو عاس طويل وابو طالب يسترجع الكرة في وسط الميدان سترة من هناك بونعاس وابو طالب الحكم يقول خطأ مستوى الدائرة المركزية أمامكم لكر رابطة من رابطة الوهرانية قربوعة أمام من بونعاس ومن هناك بالوعر تفضل يترك المجال لعكريش طويلة من عكريش دون نتيجة تخرج الكرة تمس دور تعرفوا في هذه الأونة هذه المباراة حتى الآن ما شاهدناش شيء كثير رقبة الصدر كراش وبين أيدي الحارس محرز دورة طويلة لموسى حاول يمر الكرة براس لمزوار بونعاس تماس لبلوزداد جيل الكرة طاليس بوطالب عاود يرجعها لطاليس يرفع راسه طاليس حاول يمر لمزوار يراقب الكرة نتاعو تدخل قربوعة بختي ليحة منه حبي يغير ناحية من ناحية فتحين فتحين يغير بدوره شوف تغيير مليح مباغتة الخصم بوطالب يحاول يقوس الكرة نتاعو صوب مزور ونعاس كان هناك ثم قربوعة وبوطالب للتماس تبقى يبقى الحوار تكتيكي اكثر بين شرادي وعبد الوهاب بوطالب راقب الكرة نتاعو باليمنى ثم يروح لمن سطرة بالسحنون سهلة 31 دقيقة دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين بوغندورا انطلاقة من هناك على الناحية اليسرى ناحية بلوار أرضية وسلطاني ما توصلوش وانطلاقة من شباب الوزداد عن طريق فتحين لألي موسى حاول ألي موسى في وسط الميدان لبختي قائد الفريق مليح تمريرات هذه بختي شوف مد الكرة ويطلبها ثانية توصلوا بختي حاول يفتح وعلي موسى امام عكريش علي موسى امام عكريش وانطلاقة من سلطاني صوب من صوب حوحو وبونق جمعه وتمس تبقى الحراسة المشددة ربع على حوحو وقاسي السعيد جانب موسى قسنطينة وعلي موسى تبع فيه عكريشو معاه دائما شوفوا في هذه اللقطة وقربوعة قوة للتمس يبقى الجمهور الحاضر هنا بقوة ينتظر في الأهداف بوغندورا ما طويلة منه في حوحو وقاسي السعيد فقط مستوى الخط الأمامي عمر بارو هذا يسترجع الكرة أمامه طاليس فضل يمشي بالكرة ثم السلطاني وبالوعر حوحو يدور بالكرة مليحة منه اللي بالوعر وفتحين أسرع منه قذ الموقف ومباشرة للركنية ركنية سيتولى تنفيذها الظهير الأيسر اللاعب بوغندورا دورة والتجمع أمام مرمى حارس مهرز
دورة وتنفيذ الركنية هذه قصيرة لقاسي سعيد وركنية ثانية صالح بوث قسطينة مع الأهزيج الآن ونشوف اللقطة المعادة هذه بالتزوير البطيء فتحين هنا ينقذ الموقف عبد العزيز خروج الكرة للركنية تنفيذ هذه المرة قاسي سعيد ودون نتيجة في الشبكة الصغيرة ياسين النتيجة صفر مقابل صفر ونلعب دقيقة 34 اذا 6 امتار لفائدة فريق شباب الوسام طويل الكرة هذه للامام حيث ستارة ستارة يتقدم بالكرة هذه ستارة شاي يعمل بالكرة يفتح لكن عكريش يقوم بدوره كما ينبغي في منطقة دفاع مولود قسنطينة يوصل الميدان بالوعب كراش لحوحو حوحو يراوغ جميلة المرابعة لكن اللعب شدبة يرتكب عليه خطأ وأول بطاقة صفراء ياسين اندر بالفعل تدخل من الخلف والقوانين واضحة هنا لا بطاقة في وهذه الإعادة اللقطة عادة كان مسكو عادة توضح أكثر خلف لصالح بوث قسنطينة والبطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة وحيوية في المدرجات ومخالفة لصالح بوث قسنطينة شوف الجمهور غفير يحضر لهذا المباراة اللي كان يتمناها تكون قوية حتى الآن تقريبا نقول متوسطة وبدون أهداف لحد الآن مع تنفيذ هذه المخالفة ورقم اثنين بنعاس على غير العادة بنعاس ومقوسة نارس من هناك في غاية يبدو لي بالفعل التدخل انتاع اللعب حوحو هذا امامكم حوحو سمير واحد من العناصر المعول عليها في الخط الامامي لموسى قسنطينة ونشوف الاعادة مرة اخرى بعد الكرة المقوسة وحوحو يحاول يدخل بالرأس فيه غاية الكرة بسرعة عمر بار من هناك في وسط الميدان حاول يشوف قاسي سعيد معه في التحير قاسي سعيد يحاول عن طريق المراوغة وركنية وكثرة الركنيات في هذه الأثناء ولصالح مولود قسنطينة مع ضغط خفيف لعناصر المولودية القسنطينية قاسي سعيد يتولى التنفيذ راح تكون مقوسة ومصوبة ناحية رأسية حوحو مقوسة وتدخل الدفاع ترجع الكرة كراش يحاول يرجع لمان ما فيش خطأ ما فيش راية حكم يقول 6 امتار لصالح شباب الوزداد وحارس محرز شوف حتى انصار شباب الوزداد صورة غنية عن اي تعليق حضروا بكثرة صار الأوفية بالنظر إلى النتائج الإيجابية اللي راه يسجل فيها شباب بلوزداد اللي وجدوا في المرتبة الأولى يبدو لي راح تكون بطاقة صفراء ثانية إيطاليس بالفعل بطاقة صفراء لإيطاليس بعد ما ارتكب خطأ على اللاعب عمر بارو الإيفواري النتيجة المرسومة على الشاشة نشوف بين مولود فهران وشباب بيجاع صفر مقابل صفر كنا نشاهد أيضا في الجانب كرسي الاحتياط لشباب الوزداد فريق الضيف عكريش وارضية منه لبنعاس بنعاس أمام بوطالب نعاس يحاول باش يتخلص من بوطالب يحاول يرفع كورته لمن تجد الكرة السلطان يحاول يرجع للخلف بوغندورا من هناك وستارة يسترجع الكرة وبسرعة ناحية مزوار قرب وعايد فوق مزوار راح مزوار وبسرعة شوف لي موسى يطلب الكرة وتدخل كراش وخطأ كاف مزوار شوف مزوار لاعب ممتاز جدا يتبع الكرة حقيقة ممتاز مزوار لاعب وسط ميداني من طراز عالي يتبع الكرة كما ينبغي مزوار حقيقة مؤدي دوره كما ينبغي في هذه المباراة شوف الانطلاقة الجيدة نتاع مزوار كاد باش يفاجئ مولود قسنطينة هنا شوف اللي هنا ما يأش بقى يتبع في الكرة وكاد باش يخادع بالزحلول ها
حقيقة لاعب ممتاز هذا مزور. تبقى النتيجة صفر مقابل صفر. عمر بارو بوسط الميدان تروح ليمان لمزور دائما ودور كبير قائم به بوغندورا من هناك حيوية في الأحد في هذه الأثناء من هناك من كراشة وقاسي سعيد لمن لحوحو حوحو يرجع للوراء أمامه من للخلف لبنعاس بنعاس ثم حوحو يرفع راسه أمامه أربع مدافعين عمر بارو والتفوق لكل يكون لرقم خمسة سلمي قلب دفاع شباب الوزداد وخطأ لصلاح مولودية قسنطينة. طيب دولي راح يكون صعب نوعا ما قريب من خط 16 متر او بالضبط 16.50 امام الكرة نشوف في بونعاس كراش وحوحو يحب يباغت لمن عمر بارو طاليس فضل باش تخرج الكرة للتماس. 39 دقيقة ياسين من المرحلة الأولى النتيجة المسجلة صفر مقابل صفر وحيوية في هذه الأثناء مع فقط خفيف في متقسم بالفعل عبد العزيز. إذا ضربت 6 أمتار لعلي موسى علي موسى في وسط الميدان لراوغ ولفتاحين على الجهة اليمنى ناحية الستارة تخرج 6 أمتار لفائدة الحارس بن زحنة. لعب الدقيقة 40 النتيجة إذن 0-0 طويلة من بن زحنون الكرة لبوطالب علي موسى من هناك عكريش دائما عكريش بوناس وتمس بالفعل تماس يقول السيد لاكارت لفائدة فريق شباب الوزداد. بوطالب بوناس حسن يحاول بوطالب طويلة من هناك لسترة مع بوغندورا يحاول هو الاخر سترة يحاول المراوغة يفتح وبن زحنون صعوبة ياسين بن زحنون بعد المحاولة هذه لسترة تبقى الكرة عند شباب الوزداد وعكريش امام ارجل بوطالب فك الحصار هذا مزوار وراء كل الكرات مزوار يقوم بدوره كما ينبغي عبد العزيز يتعب ولا يمل لاعب ممتاز سلمي من هناك وللتماس كراش لعمر بارو ترجع لعمر لكراش مقوسة والدفاع يعني هنا بختي القائد لاسترجاع الكرة قول السيد لاكار خطا لمن او تماس لصالح بوغندورا ومستسنطينا ترجع الكره لمن لسترة بالراس وبختي بقوه يدخل ناحيه ليموسى ومع كريش حتى للتماس يروح معه حتى للتماس يعني معه ما تركوش لحظه واحده عكريش ومن سلطاني سلمي بقوه وعاليه تخرج تماس سفرة تماس صلاح مولودية قسنطينة ذكر انه هجوم الشباب بالوزداد تمكن باش يوقع 13 هدف مرتبة اولى طبعا في الهجوم وتلقى دفاعه 6 اهداف في حين مولودية قسنطينة سجلت 8 اهداف وتلقات 3 يعني احسن هجوم مع احسن دفاع مع احسن دفاع بمعية المولودية العاصمية تلقات ايضا هي الاخرى 3 اهداف منذ انطلاقة الدوري الممتاز هذا تبقى الفرق بدون انهزام ياسين هي وفاق سطيف مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وفاق سطيف نذكر عنده خرجة صعيبة اليوم للبوليدة اما المولودية العاصمية خرجة ايضا صعيبة وصعيبة جدا
في باتنا امام شباب باتنا، هي الفرق التي لم تنهزم حتى الان بعد 6 جولات، واليوم نلعب الجوله 7 ياسين. شباب بلوزه ايضا بدوره وما انهزمش، السؤال اللي كنا طرحناه في بدايه الوصف، هل سيصمد شباب بلوزداد في مدينه الصخر العتيق؟ راح نتعرف على ذلك في نهايه 90 دقيقه هذه. وعمر بارو من هناك عن طريق المراوغه نشيط جدا، لكارني تبع كما ينبغي ويقول مخالفه لصالح دفاع شباب بلوزداد. عمر بارو لاعب الايفواري، كذلك فيه لاعب اخر من افريقيا اللي هو اللاعب علي غودراغو، يبلغ من العمر 23 سنة، لم يقحم في التشكيلة بعد في تشكيلة قسنطينة، ولاعب دولي بوركينابي هو موجود حاليا في قسنطينة، وإدارة قسنطينة تنتظر فقط في تسوية الأمور الإدارية لهذا اللاعب، وربما سيقحم. بقات يشير الحكم الرابع السيد بعداش الطيب، يقول انه فيه لانه الوقت فيه دقيقتين اضافيتين، طبعا نلعب الدقيقه 44، يعني الان 45 دقيقه، 45 دقيقه، والحكم الرابع اضاف دقيقتين بالطبع. مخالفه لصالح فريق شباب الجداد في الدقيقه 45 هذه. زورة من الكرة وهو وين الكرة هذه؟ لاحة منه صعيبة بالنسبة لبن سحنون، شوف اللي ما غمرش مسكش الكرة، صدها بالأيدي المفتوحة. حقيقة نقدر نقول أحسن عنصر بالنسبة للتشكيلتين هو مزور، عمل جيد اللي يقوم به شدبة، ثم مزور، مزور هاي الطاليس ترجع لي شدبة، شدبة امام بنعاس يحاول يروح لبوطالب والكرة اسرع منه وتخرج 6 امتار لصالح اوت قسنطينة والحارس بالسحنون. واحسن هداف بالنسبة للدوري الممتاز واللاعب بوطالب، تمكن من امضاء من توقيع 4 اهداف الى جانب اللاعب الشاب لاعب شبيبة بجاية ياسين معوش. سترة ما يروح لمن لي بغتي بنعاس تبس شطبة وطالب ابو نعاس ثم الطاليس مزور راقب الكرة بالصدر امام زوج مدافعين يحاول عن طريق المراوغة يرفع راسه مستوبان ناحية علي موسى، لكن عليه حراسة. وفي هذه الاونة بالذات السيد لاكار يعلن عن نهاية المرحلة الاولى هذه بنتيجة عقيمة سلبية 0-0 بين شباب بلوزداد ومولود قسنطينة. على العموم سيداتي سادتي، شوط أول متوسط شفنا فيه فرصتين سانحتين للتسجيل خاصة من قبل مولود قسنطينة وخاصة عن طريق بارو، ولولا البراعة وتصدي الحارس محرز لكان الهدف الأول. على كل على العموم كما شرط شوط أول متوسط، نتمنى أن يكون الشوط الثاني أحسن بكثير. نتمنى إن شاء الله أيضا أن يكون جانب الفرجة والأهداف الكثيرة. إلى ذلك الحين نرجع الخط لزميلي حسان وإلى اللقاء في الشوط الثاني.